إخواني ضباط قيادة شرطة محافظة نينوى والمحترمون معاوني القائد آمري أفواج الطوارئ مدراء الأقسام مدراء الشعب، يعقد هذا المؤتمر في هذا اليوم لغرض التهيؤ لتطبيق الخطة الأمنية خلال شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رمضان شهر خير ومحبة وسلام على البشرية جمعاء وعلى بلادنا ومحافظتنا العزيزة، وأن يعيده عليكم أزمانا وأعواما عديدة وأنتم في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. علاوة على هذا، لدينا عدد من الملاحظات التي سيتم تداولها من خلال التفتيش الإداري والمهني الذي أجرته قيادة شرطة نينوى، والذي استغرق زهاء 56 يوما على مدى شهرين. وكذلك عدد من الملاحظات والنقاط التي تم ملاحظتها من خلال عملنا وتوجيه قيادة عمليات نينوى وقائدها الجديد. الكل يعلم أننا في كل سنة نستقبل شهر مبارك شهر رمضان، تم إعداد خطة أمنية وتعميمها عليكم هذا اليوم، فعلى الجميع الالتزام بالخطة الأمنية ومساعدة المواطنين والحالات الإنسانية في التبرع وبقية الأمور الأخرى. فعلينا أن نتعامل بروح المسؤولية الواحدة مع كافة الأخوة المواطنين الأعزاء.